حميد بوخباز من مدينة فنان تشكيلي من مدينة القنيطرة. البداية ديالي كانت في الجمعية الفرنسية بالقنيطرة، الآن لانسيتي فرونسي، سنة 1984، وفي ورشة الفنان التشكيلي الفرنسي ميشيل ديبليا. في الورشة كانت عبارة عن صباغة الحرير. كانت البداية في أكثرية كنت نتناول المواضيع في هذه المواضيع التراث المغربي. وبعد ذلك بعد البكالوريا انتقلت لألمانيا للدراسة في ألمانيا، وهناك تطورت العمل ديالي بالخصوص. كانت موجود معارض او ورشات لصقل الموهبه ديالي، وجدت كتبت افكار جديده وتقنيات جديده وضفتها في الاعمال ديالي. وبعد ذلك تحولت من تقنيه صباغ الحرير الى الاكريليك وعلى الثوب والاطار العادي للصوره. وبدات كانت التجربه ديالي، وخدمت مواضيع اكثريه تجريد ابستري اكثر من هو منطقه من الفيجوراتيف الابستري. وكنت بوجد مجموعه معارض، والان كنتواجد في المانيا في معرض متنقل عبر مجموعه من المدن. الان موجود في مدينه كولونيا بالمانيا لافتتاح المعرض الجماعي لمجموعة من الفنانين من المغرب ومن تونس، من مصر والجزائر ومن الهند، وفنانين ألمانيين. والآن كانت مشاركة ديالي أكثر في ألمانيا، لأن ألمانيا عندي حكم الدراسة ديالي هنا في ألمانيا أعطتني أكثر الفرص باش نتلاقي مع الألمان، الفنانين الألمان. وهناك مشاريع مقبلة إن شاء الله في طور الدراسة لقيام معارض هنا في ألمانيا وفي المغرب مع ألمانيا. أوكي.